حنا كنقولوا على انه منذ تحملنا المسؤوليه المجلس اخذ على عاتقه ان يتفاعل مع القضايا الاجتماعيه، لانه خصنا نسترجعوا الادوار ديالنا الحقيقيه. المحامي هو يدافع عن الحقوق والحريات ويتبنى القضايا الاجتماعيه، وانه هو المؤهل لايصال همومي ومشاكل المجتمع. اذا هذا هو الرؤيه ديالنا. اذا من هذا المنطلق قررنا اختيار هذا الموضوع له من الاهميه بمكان. موضوع لم ياخذ حقه كما يجب. اقول على انه البرلمانيين هذه طيله 35 سنه، الهيئات المهنيه، المحامون، المجتمع المدني، الحقوقيون لم يتحملوا مسؤوليتهم فيما يتعلق بظاهر 1984. سابقا قبل 84 التعويض كان يخضع للسلطه التقديريه للقاضي، بمعنى انه حادثه معينه كل قاضي كيحدد فيها التعويض بناء على القناعه ديالو، بناء على القراءه ديالو. تدخل المشرع في ظاهر 1984 ووضع لنا واحد القانون، وضع ضوابط جداول، وضع معايير محدده، وبالتالي ما بقاش المجال مفتوح للقاضي لاعمال سلطته التقديريه. ظاهر 84 اساسا تم سنه ووضعه لحمايه المصالح الماديه لشركات التامين. مزيان، ولكن الفكره اللي كانت كتقول في 1984 هو كيقولوا على انه يجب تحقيق توازن بين حقوق الضحايا ومصالح شركات التامين. الان جينا كنلقاو على انه من 1984 35 سنه لم يتم مراجعه هذا القانون. كنقولوا على انه المغرب، الاوضاع الاجتماعيه، المستوى المعيشي، النمو الاقتصادي قد تغير خلال هذه المده، والمشرع لم يتدخل ولم يبادر الى تعديل هذا القوانين. فالقوانين بصفه عامه يجب تعديلها، كل مرحله يجب ان يطالها التغيير، لانه القانون ليس كلام منزل، وبالتالي يتغير بحسب الزمان والمكان والمستوى المعيشي. الان هي الدار البيضاء قررنا مطالبة أولا بتعديل هذا القانون، لأنه أصبح مجحفا في حق الضحايا. تعويضاته تعويضات هزيلة وهزيلة جدا. وأعطي مثال على ذلك، قاصر ضحية أسرة كتفقد الإبن ديالها اللي هو لم ما عندوش الدخل معين. طفل قاصر يقرر له تعويض لفائدة والديه 11000 درهم. بالله عليك، واش هذا الامر هذا ما كيخليناش على اننا نتحملوا مسؤوليتنا وان نطالب برفع التعويضات؟ وكنلقاو بعض الضحايا للان لا زالوا يعانون من جراء تلك الاصابات، وانه هذه التعويضات لا يمكنها باي حال من الاحوال ان تجبر الاضرار الماديه والمعنويه للمصابين. الان ننادي على اننا القراءه ديالنا لهذا القانون الان هو في اطار المقاربه الحقوقيه، في اطار مبادئ الدستور 2011، في اطار على اننا نقول لا لتشطير المسؤوليه. المسؤوليه يجب ان يتحملها كامله سائق العربه. وجهنا الدعوه لزملائنا في فرنسا، اسبانيا، الامارات العربيه المتحده، وكذلك تونس، الجزائر. اذا القوانين المقارنه لنطلع على تجارب بعض الدول، وكذلك لنستفيد من تلك التجارب، ولاننا محاور متعدده، كاين مشكل ديال الخبرات القضائيه، كاين مشكل ديال التنفيذات، اذا كاين محاور متعدده. هذه ندوه من المفروض على ان نتفاعل جميعا كهيئات مهنيه، صحافه، وسائل الاعلام. هذه القضايا اللي المفروض الصحافه تعطيها اهتمام كبير، هي هذه القضايا. وكنعرفوا الان الحوادث الخطيره والامور كثيره، فبالتالي خصنا نتحملوا مسؤوليتنا، وهذه كنعتبروها بدايه لواحد الورش اصلاحي في ميدان المطالبه بمراجعه مجموعه من القوانين التي طالها النسيان. والان نحن نتحمل مسؤوليتنا، وكنقولوا للمجتمع، وكنقولوا للضحايا، وكنقولوا للمواطن المغربي على انه راه المحامي بجانبك يدافع عنك، وهذا هو الهدف الاساسي ديالنا، وهذا هو الدور ديالنا في المجتمع.